اذكر أهم الشخصيات التي وردت في المسلسل الكرتوني مغامرات السندباد. علي بابا. علي بابا، نعم هذا موجود. وعزة، أكو احتمال دقيقة، اذكري وكلكم اسمعوه، اذكر أهم الشخصيات التي وردت في المسلسل الكرتوني مغامرات السندباد. قال علي بابا. وأنتي؟ علاء الدين. ها؟ علاء الدين. خلينا نشوف. علاء الدين، برافو. علاء الدين أيضا موجود، لكن علي بابا أقوى احتمال. تقدر تقرر وياكم؟ لهم السؤال. لهم؟ شنو دقيقة؟ يعني ليش ما أخذتوا أنتوا؟ احنا ها؟ ما تعرفون بال يلا. ممكن أحد ما يعرف. إذن يعني هدية. ممكن هدية. تفضل أخ بكر وتفضل أخ عزة وخلي الروح على المولى إسراء. إسراء، اذكري لي أهم الشخصيات التي وردت في المسلسل الكرتوني مغامرات السندباد. الطير كان يقف على كتفه دائما. شلون عيني؟ طير كان يقف على كتفه. اكو طير. عنده طير كان يقف على كتفه. يعني اقولهم اكو يعني اقولهم طير. عنده اسم بس. شوف الله. عنده يعني اسم بس. انا اعرفه لو اقول لك اياه ما يصير. قولي لي يعني هسه انت اسمك اسراء. اقول هاي البنيه اللي كانت لابسه بيجي وخاله شلون يصير؟